ذهني يعني انا استشهد لك والله ما هو الهدف اني اتعاطل مع 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 طرف على حساب طرف، خليني استشهد بشيء عشان توضح الصوره امام الراي العام وبكل عقلانيه، خلينا نوصل الامور بكل هدوء. يعني اخونا فهد استشهد بالكابتن او بالقائد ياسر القحطاني، يعني خليني انا احط فهد لما كان لاعب مكان ياسر ويحظى بكل هذه الاتهام. يعني في فتره من الفترات، يعني الموسم الماضي مدرجات عن بكره ابيها تهتف ضد ياسر القحطاني، قبل مشاركه المنتخب السعودي في مشاركه حساسه جدا تتطلب وجود دعم كبير من قبل رؤساء الانديه، تظهر لنا تصريحات بهالشكل واتهامات وإدانات للاعب. فبأعتقد هذه بالتأكيد حتؤثر على ذهنية اللاعب وهتؤثر عليه معنويا ونفسيا، ولا يمكن يعطي بدليل أن يمكن الملاحظ اللي يشاهد في تقاسيم وجه ياسر القحطاني أثناء سير المباريات يدرك تماما أن ياسر القحطاني بعيد كل البعد ذهنيا وفنيا بسبب ما حدث له من تصريحات واستفسارات. كل اللاعبين على كل حال خليني احنا ما نبغى بس احنا مش اتفقنا انه اللاعبين كلهم ككل بشكل عام مو شخص واحد لا بس الحاله يعني صدقني انا اقول كلهم ايوه كلهم بس فهد استشهد بياسر انا اخذت جانب انا اقول لك لا تستشهد شوف علي تبي المنتخب لا فيها لا نادي طبعا لا انديه لا فيها لا هلال ولا نصر ولا الاهلي كلام ولا كل جميع اللعيبه ما اخذت ابو ناصر كيف دقيقه اقول انت لما تقول استشهد لا تختزل اللي انا ما قلته اوكي لا تخذل اللي انا ما قلته انا اقول يعني الصحفي هذا ليش يوم يسال عن مناف ليش ما سالوا عن قائد الفريق عن المهاجمين ليش ما سجلوهم هدافين الدوري مثلا ليش الا حقت مناف يا اخي يمكن مناف يوم قال كذا ساله قال ليش طلع عبد عطيف طيب ما تجي يعني انا قلت لك حاله سؤال طيب سؤال انت صح لا هو تعليق على تعليق بس على اللقطه يا شباب احنا اخذنا اللقطه وعلقنا عليها حتى على اللقطه نحتمل احتمال زي ما انت حطيت احتمال كذا انا احط احتمال يمكن قال ليش طلعت عبد عطيف مثلا ما تقدر تدخل يمكن قال انا ما ادري هو تفسير يعني لو ترجعون اللقطه فيها ألف احتمال احنا لو دخلنا شتتنا التفكير والمعنى لا تفسيرات عده يعني انا يا علي اسمعني احتمالات عده ترى مش في احتمالات عده المشكله يعني عندنا على احتمالات دقيقه يا ابو عبد العزيز انا لو سمحت تفضل لا بس لا ما يصير واحده بس تكفى اذا تسمح لي من الاحتمالات يقول زي ما قال خالد احتمالات عدة بس على الخروج حق طلع عبد عطيف دقيقة كم الشوط الأول دقيقة كم 25 يمكن 25 هذه فيها نوع من الاحتمال الأكبر طبعا أنه تخيل بادي في المباراة فيطلع تغيير صح فهمت قصدي هذه ترى نقطة مهمة جدا يمكن يكون وفي احتمالات برضو يمكن يعطونها طيب خلوني أتكلم على شيء في نقطة مهمة أنت قلتها وتبي توحي للعالم أنه كذا أو فهمت إبعاد عن الآراء وعن الطروحات كيف؟ أخذوها العالم أنها تصادم في نقطة لازم تعرفها يا علي أنت وغيرك المشاهدين ياسر القحطاني لو ما هو أفضل لاعب في وجهة نظري في السعودية ما انتقده فهد الهريفي انتقد أقل منه وبما أنه ياخذ الأمجاد أكثر من غيره وياخذ المسؤولية أكثر من غيره والحمل عليه أكثر من غيره وهو نجم السعودية يجب أنه يتحمل زي ما صار المديح يتحمل يا أخي أنا جريدة الوطن اللي هي جرايدنا وصحافتنا ولا شفت ولا صورة لياسر القحطاني وهو قائد الفريق أحد يتكلم عليه نعطيه مديح يا أخي أنا ما عاد عرفت وش الصح من الغلط تبغوني أنا متهم يعني أنا ماني سعودي لما أقول لك أنت سعودي كأننا هناك نتكلم على نقاط وحنا نتكلم على نقاط أقسم بالله أني أحب ياسر القحطاني كلاعب جيد لكن ما عندي أجامل وأطلب المديح أنا أقدر أعيش الدور أنا أقدر في كل قناة أطلع كل يوم أعطيهم ما يريدون وأطلع خليني أرجع على النقطة اللي بتكلم عليها فأنا يوم تكلمت على ياسر القحطاني يشهد الله لو ما هو كفو ما أتكلم عليه لكن يا ناس في دوري كاس آسيا لما خرجت الكرة السعودية بعض الفرق الجرائد كسروا لعبتهم ومنتخبنا يوم طلع ولا في صوره الا على وليد عبد الله يا ناس كيف نعدل هاللعيبه ليش احنا دقيقه خلينا نتكلم احنا نعطيناك تتكلم خلينا نتكلم يعني شويه لا تحملون بريحك لاعب بحد ذاته كلهم مجموعه اي انا فانا لما اقول لك كلهم كانوا سيئين انا اتفق لكن قائدنا واحسن لاعب عندنا وكل العالم يتغنون فيه الخليجيين
هذا مستوى انت تتفق انه سيء ولا ما هو سيء؟ احنا الان كلهم سيئين، انت ليش تبغى تهرب من الجواب؟ جاوبني معلش او خليني اسحب سؤال. على الجميع طيب انا قلت لي انا اتفق عبد الله، مو هذا اداء صح، انت ليش تهرب من شيء؟ نعم ليش سؤال يس ولا نو؟ دقيقه سؤالك عن عاليه جدا، انا غلطان اني سالتك بس دقيقه خلينا نتكلم. اذا كنا بنرجع في حالات كثيره يجب نشخصها، مثلا مدربنا ناصر الجوهر سؤالك اعطيني سؤالك دقيقه خلاص خلي سؤالي انا غلطان يعني الـ 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 أرجع على المدربنا ناصر الجوهر، أول ما جاء ذبحنا بموضوع الأنا، أنا لو أني أشقر، أنا لو أني في استراحة، جايبينك تنقذنا ذبحتنا بالأنا. اللعيبة منشغلين في الكابتنية، من اللي يصير كابتن ومن اللي يصير، اللعيبة منشغلين بعقودات. يا ليت تركز على نقطة دقيقة الله يسلمك دقيقة خلي كمل معلش ولا مرة يبلع معلش معلش كمل كمل معلش خلي يتكلم كمل فهد خلصت انا خلاص ما ادري ما تبغاني تتكلم تفضل خالد مشي الكلام اللي ما تبغاه على طول تبي تتكلم انت تتكلم من الصباح ما تكلمت مع ياسر القحطاني روح نطيت احس انك تبغى تطلع على الجوهر. لا لا تبي تتهاتر معاي وتتكلم لا والله لا لا بالعكس رجل نظرك انا احترم وجهه نظرك اقول لك خليني اتكلم عشان افيد الناس واتكلم بكل صدق وامانه انا ما عندي شد لي واقطع لك واشياء ثانيه انا ما عندي انا بتكلم على وجهه خبره واقولها بكل امانه والله والله العظيم لاني ضد ياسر عشان الناس تفهم ولما انا اتكلم على ياسر ترى لا سبيت ياسر ولا تكلمت عليه شخص في اشياء شخصيه انتقاد كل اللي الأداء. تكلمت عليه انتقاد في الملعب يا ناس ومن حقي ورجل يستاهل لو ما هو كفو ما انتقدت بيض الله وجه. وانا ابغى يتساوون معه في امور كثيره لما نبغى نتكلم بالعكس يعني هو واجهة المنتخب ياسر يعني في الوقت الحالي انا شايف كتبت اشياء واجهة لا ابدا يعني انا بتكلم عن نقاط يمكن صارت يعني دخلتنا في حسابات وفي مشاكل ومهاترات يعني في جميع القنوات هذا وسط وللاسف يعني انا يعني متاثر يعني يمكن بعض الاعلاميين بعض اللاعبين بعدين المفروض ترى الاعلام انه يتعامل مع اللاعب بتساوي يعني زي ما قال الاخ علي يقول ياسر بعيد ذهنيا من سنه وعنده مشاكل طيب ليش العبه اساسي هنا المشكله ليش ما كلنا نتكاتف على الغلط انت لاعب سيء ليش اعطيك فرصه على حساب الوطن تو يقول لي ذهنيا من سنه وكذا طيب ثانيا جوزك جوز الاخرين اللي مبعدوا على المنتخب هنا انا اهدف انا اهدف لهالنقطه اهدف للتكافل للعدل من الاعلام عشان كلهم هذول ابنائنا طيب كلهم اخواننا قلنا ناصر جوهر هنا تجي تحمل مسؤوليه هو ناصر جوهر ما له دخل يا اخي بسير وطلع قالوا له ما لعبه طلع انت جيت مرحله التصريح الاعلام يتحمل جزء كبير علي عندك انت هذه المشكله بكل امانه لا بس انا اقول هو الاساس انا ضربت مثل قبل فتره يعني وانت دائما على الاعلام انا بقول لك انت دائما تركيزك الكلي على الاعلام تعرف ليش علي ليش انا انت الان كل يوم ناطلي في قناه انا اعلمك ليش اعلمك ليش انت اكثر واحد انت تبحث طيب اوكي انا احترم رايك احترم الاعلام شانه بالعكس الاعلام انا من وجهه نظري الاعلام السعودي اقوى اعلام عربي ويؤدي رسالته بكل احترافيه خلاص ما اقول لك لا انا ما قاطعك انا اقول لك 100% لا في خلل في جزئيات تحتاج للتصحيح يعني مع احترامي الشديد نفس انفعالاتك نفس اساليبك اللي احيانا ترمي 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 فيها بعض الجهات وبعض الاسماء هو هذا اللي يجب ان ينقل الاعلام حتى لا يكون اعلام لا ترمي مهني. كلام لا هذا أنا لا ترمي اي جهات تقول انا عند رايي ولا اخاف من احد انا ما حد قال لك طيب انا اقول لك البارح اقول لا توصل الخطوط طيب. الحمراء تقول لي لا انا عندي استعداد اني اتعادل طيب على راحتك تفضل طيب. خلصت علي فهد بسمع منك علي طيب بعد. دقيقه بسمع منك بعدهم تفضل فهد علي بقول لك شيء اذا كان على الاحتقان وعلى الاعلام انت اكبر واحد سبب احتقان في الوسط الاعلامي كيف. انت رجل ما تتكلم الا على ناديين انت رجل ما اريد ادخل في اشياء هذا ما هي من... اسمعني انا خليني اتكلم انا خليتك تتكلم وقلت ترمي وترمي خليني اتكلم لا رد عليك لا رد لا نسمع بس انا اتحدى شوف تحدي اذا اثبت نفس الكلام ذا تحدي اذا كنت انت الان تقول ترمي على ناديين معينين انا اتحدى من هذا المنبر وامام الزملاء الاعلاميين طيب الموجودين وامام بس الظاهر تركيزك على دفتر ابو 40 ذا وما تقرا شاطر. ما تقرا ما طيب. تقرا بشكل طيب. يومي لا بعيد لا لا انا اقول خلينا نتكلم هذا اولا هذا ما هو دفتر ابو 40 اعطونا ما ينفع عشان بس تذبح لو مو عبد العزيز كان تقبلتها منك
بس على كل حال يمكن من الكلام اللي قلت لا اسمع علي انا مستحيل اني اركز على المدينة. انا أترفع اني اخذ واطي معك لاني ما ابغى اشهرك على حسابي. هذه اول شيء الله هذا هاي علمت. لا بعيد عن هذا يا شباب. خليني اعلمك هذا بعيد. خلاص انت جاي لهدف بنبحث موضوع يا فهد. خليك تتكلم خليني اتكلم. خلينا طيب دقيقه يا جماعه نحن نحتاج الشيء المفيد بس بدون مهاترات وتردوا على بعض. انا متصله فيك هذه مشكله لا الآن كلكم كزملاء أعزاء كلكم كزملاء أعزاء أرجوكم بشكل غير طبيعي. علي فهد أرجوكم يعني خلوا ارتقوا بنا بس ارتقوا بحوارنا. تفضل فهد نسمع رأي غيركم نسمع. تفضل أخ علي. تفضل علي. هو عموما أنا الحوار والله ما أدري راح وجاء ورجع لكن إجمالا والله ما أدري والله مسكت خط طلعوا لي في جهة ثانية لكن عموما هو إجمالا أمشي وأخروا الكيس. أخ علي ذكر الحقيقة قبل العشاء وبعد العشاء يعني حاول يسقط على بالعربي الأمير فيصل بن تركي وذكر أنه بما معناته أنه ياسر وقال وما قال. أولا الأمير فيصل بن تركي طبعا لم يذكر أحد بالاسم هذا أول شيء. هو كان عنده تساؤل وطرح التساؤل وانتهى الموضوع وليس له الأمير فيصل بن تركي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بإعداد المنتخب وليس له علاقة باللاعبين. وإذا افترضنا أن ياسر كان مثلا سيء يغير وفي اثنين ثلاثة لاعبين آخرين يقومون بالدور ويسجلون أهداف هذه ناحية. ناحية الثانية أنا أتفق طبعا مع فهد والله ما حد سجل علي. أنا أقول مثلا يعني أنا أتفق مع الأخ فهد أنا أتفق مع الأخ فهد أنه الإعلام وهذه حقيقة يعني اللي بيقول غير هذا الكلام صراحة معناته ما يقرأ جرائد ولا يقرأ الإعلام ولا يتابع. إحنا الإعلام عندنا يدعم لاعب ويطلعه في السماء وفي لعيبة آخرين يبعدهم صراحة وهذه حقيقة موجودة يعني. تخيل لو مثلا علي بس يجب أن نتفق أنا إحنا كنا في الإعلام والله ما أبغى أدخل في الأندية بس تخيل علي يجب أن نتفق أن إحنا كنا في الإعلام ترى. نعم أنا جزء من الإعلام تخيل أنا أتكلم أنا الحين دوري أنا تنزلت علي بس دقيقة تخيل يعني لو مهمة رد عليك بترد علي بيجيك الوقت علي تسمح لي فيها لا يجيك الوقت خليه يكمل أنا أقول يعني تخيل مثلا لو اللعيبة اللي ما بتكلم عن النصر لأنه يحكمني في نادي النصر فريق المركز الثاني ولا لاعب في المنتخب. تخيل لو فيه إعلام عند فريق آخر عنده إعلام ولا يطلع ولا لاعب يعني في 5-6 لعيبة من النصر يستحقون على الأقل يكون احتياط. إحنا ما نقول أساسيين يكون احتياط مع أنه ممكن يكون أساسيين ومع ذلك ما كان في أي مشكلة ومشت الأمور. الآن لما المنتخب هذا نجي على أنا والله ما أبغى أدخل على تركة بيسير أنا أقصد أنه يعني فيه مشاكل كثيرة في الإعلام لو اللعيبة هذول اللي في النصر في نادي آخر كان شنع بالمدرب وبالجهاز الإداري يعني هذا اللي أبغى أوصل يعني الإعلام خسارة له دور المنتخب طلعت قبل حتى قبل كان بيقول ليش ما يأخذهم وليش وهذا الآن يعني مرت الأمور وإحنا مرة الحقيقة ما ودنا نتكلم في الماضي لكن طيب. ما نبغى احد يسقط على احد شيء صراحه تفضل يمكن انا ادخل في فكرتي والله كل الدعوه اسقاط في اسقاط كل الدعوه اسقاط في اسقاط ارسل لك اشكال من التسلل دقيقه بس عشان ارد على الجزء البسيط دقيقه بس علي انت تقول انه فهد والكلام على اللاعبين انه الامير فيصل بن تركي تحدث عن لاعبين ما ذكر بالاسم انا ايضا لما تحدثت ما تحدثت لان بعيد دقيقه ما هو واضح انت تفسرها انت تفسر على مزاجك واضح الاسقاط انا ما جبت اسم واضح الاسقاط يا استاذ علي علي اسقاط على سمو علي وعلي علي وليش تسميها اسقاط علي وعلي واضح للاعلام ليش تسمي لا معليش علي خلينا نفيد المشاهد اسقاط الامير انت ما انت الامير علي الامير كان يتساءل الامير فيصل بن تركي طلع واعتذر عن الموضوع هذا خلاص هو كان يتساءل لم يذكر ياسر القحطاني بالاسم. انتم الان احنا نقول انه ياسر مو في مستواه من سنه طيب يا اخي بعد ياسر الامير طلع واعتذر وانتهى الموضوع هذا كله اعتذر للشهاده الرياضيه وانتهى الموضوع خلينا نفيد بسمع لك خالد بعد بسمع خالد بعد بسمع من يوسف كلكم تفضل انا ما عندي لك انا بجاوب على سؤال خليفة. بجاوب على سؤال علي بس تكفى خلي اسمع فهد سم انا بس بتكلم عن شيء هذا ثالث واحد اعطيه دوري الحين انتم قاعد تتكلمون على الثقان زين وتكلمتوا عن الثقان عامه طبعا بالنسبه طبعا للرياض عامه طبعا نعم الحين انتم احتقنتوا هنا صح
صح ولا لا؟ هذا يدل على واضح انتم رافضين الاحتقان صح؟ نعم فحتى قنتوا سوا هنا الان. هذا وش يدل؟ انا ايدك يا ابو عبد العزيز. احقنوها ابو منافق. هذا يدل لمس وجهات النظر ما فيها شيء. يعني احنا نوضح وجهه نظرنا واللي عنده وجهه نظر يوضحها ما في مشكله، واللي يقرر المشاهد. المشاهد الكريم هو اللي يقرر. احنا في لاين سبورت هدف البرنامج هدف ذا ايضاح الحقيقه. احنا راشيا غير قد يراشيا. احنا ودنا نسمع منكم يا اخي. لا نصادر راي احد اطلاقا. احنا قلنا وجهه نظرنا والمشاهد الكريم هو الاستاذ علي. يعني احنا نبغى نستفيد منكم بعد من الاستاذ علي وممكن بس انا قصدي ما نبغى يصير فيها لا لا ما فيها شيء. لا بس صار فيها تو شوي صار كلامه مو كويس صراحه. انا مش عارف اتكلم عن هذا الشيء. طيب يعني يصير فيه احترام. ابدي رايك باللي تبغى. ما قلنا شيء. انا ما اعترفت لاحد. انا قالها قبل العشاء عدم التجريح وجاء بعدها بعد العشاء فكنا بس نوضح التجريح. طيب هذا وانت ما قلت شيء يا علي لسه والله تراني اقول تفضل يا فهد تراني هذا رابع مره نفسي هاي قاعد احسب تفضل يا فهد تفضل انت تحسب عليه الله يستر تحسب عليك خالد الليله خليه هو اللي يقفل انا بجاوبك خلي خالد اللي يقفل طيب بجاوبك يا علي عشانك تقول الاعلام ما الاعلام انا لاعب والاخوان لاعبين معي ويعرفون ايش مرينا فيه وايش مرينا بالاعلام فيه. انا لما اتكلم على الاعلام الاعلام هو اللي يخلق التفرقه، الاعلام هو اللي يجيب الاحتقان، الاعلام هو اللي يداوي، الاعلام هو اللي يهيئ هذا نفسيا ويحطم هذا نفسيا. انا كلاعب يجب بكل امانه انا اقولها اذا اردنا نحط يدنا على الجرح اللي بيلم شملنا كسعوديين اللي بيوحد صفنا والشارع الرياضي كله 70% من الشعب السعودي يحب كرة القدم يجب أنهم يكونون المباريات صارت عندنا ما هي ثلاث نقاط صارت تمنيات صارت في احتقان وفي كل شيء. لما أنا أجيك أقول لك يا علي المنظومة كلها عبارة عن جدولة نجيب لجان نوحد قوانينها واحد زائد واحد يصير اثنين هذه ما تجيب لك بطولات ولا تجيب لك نتائج. اللي يجيب لك النتائج هم اللعيبة. اللعيبة أنت اللي تهيئ وأنت اللي ترفع معنوياته. اللاعب يجي المنتخب صار في ناس ضامنين مراكزهم سيئين ولا كويسين. الناس صاروا يهربون من السعودية يروحون قطر ويسجلون في الدول الخليج عشان ياخذون فرصتهم. دقيقة اسمعني أنت يا أخي ليش تقاطعني؟ أنا ولا مرة قاطعتك يا عادل. أنت تبي تحول إيه معلش علي بس هذه خليني أكمل لك. اللي يروحون الدول فإحنا خلينا نجي ما لها علاقة كثيرين كانوا كثيرين من الفرص اللي تجي من المواهب اللي تروح. فأنا أقول لك لما نقلب الهرم اقلب المهرم المره دي تلقى اللاعب هو اساس كل شيء. الان اثبتها لك مش كاساسي اخلص حيبدا الدوري حتشوف لعيبه غير اللي شفتهم في المنتخب. اثبتها للمشاهد طيب؟ مو لي انا اثبتها للمشاهد. لا للمشاهد انا اقول لك انت سالتني تقول دائما فهد. تقول فهد. دائما تقول احتقان الاعلام لا. الاعلام أنا انت حتجي الدوري وحتشوف المستويات وذاك الوقت كذا. يعني بس النجم الحقيقي يا ابو مشعل مرتبط ارتباط كلي بالتركيز على ادائه. يعني زي ما خالد انا يمكن خالد وفي اشياء كثيره يمكن ما كان يلتفت نال من النقد. انا واحد من الناس اللي انتقد خالد في يوم من الايام وعفوا رغم يعني ذلك دقيقه بس خليني اكمل لك الجزئيه المهمه. نجم حقيقي فعلي يعني قدم مستوى يمكن كلام في انقاد اكبر شهاده. يعني يمكن بعد كم تقريبا 15 سنه عن غياب خالد لله. يوسف الثنيان الان سامي الجابر في نجوم يعني يتعاملون وماجد عبد الله رغم ما جاء من النقد النصر يعني كان اشياء نقد رغم ذلك في اسماء يعني اقول لك يعني بغض النظر ما فيها شيء بغض النظر لا ما فيها شيء يعني لا اساسيه انت تبحث عن معلش تكون من المواضيع هذه معلش علي معلش الله فيك معلش انت تختلف مع فهد بس هو نجم انا مثلا يوسف الثنيان يمكن اول مره قال بس هو نجم انت تقول لي الان انت انا قلت مناجم تبحث يا علي يعني لا والله لا والله لا لا علي انا مش عن طيبي غير السالفه انا قلت راح اختار اسماء يا اخي ما فيها شيء. لا ضرب انا قلت مناجم هو ضرب امثله الان دقيقه انت والله صلى على علي ضرب امثله خالد يوسف معلش يعني ضرب امثله بس يتشرف انه موجود معايا هنا في الاستديو ما لا تاخذ خليني اكملها اقصد في لاعبين يا علي بقى لاعب ثاني لا تاخذها تضعني في التهم. انا ما قلت لا ما استسقطت على فهد ناجم والله من المنتخب السعودي والله ما في شيء زعل احد ابرز النجوم في النصر ما استطاع عليه دقيقه لكن والله يا جماعه في نجوم استثنائيه في نجوم البرنامج راح في امور صراحه انا ما اعرف خالد اتكلم على يوسف اسمحوا لي علي